قال مدير مستشفى الأمير الدكتور علي العلندة إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفي يوم أمس إثر أزمة قلبية كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن ربط الوفاة بسبب الإصابة بكورونا تم رفعه للوزارة وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية. وأضاف العلندة في تصريح أن المقيم البالغ من العمر 60 عاما كان قد وصل في وقت سابق أمس إلى المستشفى الأميري مفارقا للحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية، لكن بعد إجراء فحوصات طبية احترازية كشفت إصابته بفيروس كورونا.